النجمة الثانية باللقب رقم 20، هذا هو الموج الأحمر، هذا هو جمهور الوداد في الكورفا نور في الفريميجا، حاضر في الموعد لمناصرة فريقه. أكيد أجواء رائعة جدا في المدرجات، تمام، حضور قياسي كالعادة، نعم، لانه اليوم الويد خير امام فريق التوغوبور. قبل لحظات حوريه كوناكري يتمكن من الفوز هناك بالعاصمه الغينيه كوناكري على حساب التوغوبور بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي حوريه يتساوى مع الوداد 8 نقاط. وذكرت بانه الوداد يكفي التعادل من اجل التاهل، ولكن الصداره ستحسم امر المركز الاول دون انتظار المباراه الاخيره امام فريق التوغوبور. اذا دقائق قليله تفصيل على انطلاق هذه المواجهه، طبعا مباراه بطعم الثار بالنسبه للجنوب افريقيين، مباراه الذهاب لتذكير 1-1 كان فيها الوداد ملازم 1-0 قبل ان يتمكن اللاعب اسماعيل الحداد من ادراك هدف التعادل. الوداد من دون هزيمه في هذه المسابقه في الموسم الحالي، الوداد اليوم يبحث عن الانتصار الجديد، الانتصار 13. الوداد لا احد استطاع ان يقهر بارضيه ميدانه في المباريات الاخيره، نعم، سلسلة من الانتصارات هنا في جحيم كازا، هنا أمام جمهور يرعب الخصوم، دافع أساسي وعامل أساسي في انتصارات الواك، في انتصارات الأحمر خلال جولات دوري أبطال إفريقيا. قلت ولا فريق استطاع مقاومة الموج الأحمر ومقاومة الفريق الوداد الرياضي هنا بستاد دونور. 12 انتصار على التوالي، وبالتالي اليوم الموعد من أجل تحقيق على انتصار 13 والتساوي مع فريق السان داونز على مستوى عدد الانتصارات المتتالية. أول مباراة رسمية للإطار عبد الهادي السكتيوي بعد الرحيل بأوزي البنزرتي لتونس، وبالأحرى العودة للأراضي التونسية لقيادة المدرب أو لقيادة المنتخب التونسي نصور قرطاج تحت اشراف مدرب جديد ومدرب القديم الجديد فوزي البنزرتي. اول لقاء رسمي كل التوفيق ان شاء الله للمدرب عبد الهادي السكتيوي الذي كان يشتغل بإدارة فريق الوداد الرياضي، ولكن هذه المره سنتابع على دكه البدلاء. واخر تجربه كانت مع فريق حسنيه اكادير السنوات الماضيه، ولكن الحسنيه شيء والوداد شيء اخر. هنا المغامره الافريقيه وليست البطوله الوطنيه، ولكن ان شاء الله يجيب عبد الهادي، ان شاء الله يجيب السكتيوي واولاده في مباراه السان داونز الجنوب افريقي. لا ننسى بان عبد الهادي السكتيوي قدم مستويات طيبه مع حسنيه اكادير غزاله سوس، الفريق اللي كان ممتع في السنوات الماضيه تحت قياده هذا المدرب اللي حب كثيرا الهجوم، يحب كثيرا اللعب اكثر في الامام. واليوم الوداد على نفس خطى فوزي البنزرتي السكتيوي بنفس اللمسه وبنفس الطريقه التكتيكيه، سيواصل المسير مع الوداد من اجل التاج الافريقي للموسم الثاني على التوالي. نعم الوداد الآن صيت عالي وصيت كبير جدا وشورى أكبر، ليس فقط على المستوى القاري بل أيضا على المستوى العالمي، لأنه حاليا الكل يعرف الوداد وما فعل الوداد في الموسم الماضي عندما صار وجال عبر الميادين الإفريقية واستحق اللقب عن جدارة بعدما قهر كبار إفريقيا. الحديث عن الأهلي المصري والسان داونز في الدور الربع النهائي، دون ننسى الاسم الجزائري في الدورة نصف النهائي، مباريات جميلة للتاريخ قدمها فريق الوداد في انتظار التأكيد فيما تبقى من مباريات هذا الموسم. إذن لحظات وسينطلق هذا الموعد الإفريقي الكبير. الموسم الماضي الجماهير زي الجماهير منتشية هناك في مدرجات الفريميجا الكورفا نورد، كما العادة مؤطرة من الوينرز، ولكن أيضا كم هم كثر أنصار الوداد الرياضي لدينا جاءوا لستاد دونور. عبد اللطيف نصير في الاستلام يلعب في العمق، محمد ناجم محاولة تساوي في عدد النقاط، يتم الهجوم مباشرة للمواجهات المباشرة بين المنطقة والسعيدة مرة أخرى. الداخل إلى ستاد دونور مفقود والخارج مولود، وهكذا كان
في الخط الامامي اللاعب الاوروغوياني المقابل اسمان نيجيري وايفاري. تشكيلة فريق الوداد النيجيري باباتوندي وكومار اللاعب الايفاري بينما كورة خطيرة جدا خطيرة مرات عالية او خروبي الحارس اللي قدم مستوى كبير في مباراة الذهاب هناك بجنوب افريقيا المباراة التي انتهت وحدة لأنه لم يجد الدعم تحصل الكرة لوناجم ضغط ويداني في هذه اللحظات يمشي وناجم لمن يا وناجم يعمل مراوغة يعطي باس يرفع كرة ممكن يا وناجم هنا مضغوط وناجم يلعبها ممتازة وفرصة يا نصير يحط كرة اسماعيل الحداد اسماعيل هذا مرة أخرى ليس في هذه ولكن اللقطة اللي قبلها هنا وناجم يحط كرة لنصير هو من بولي بالون محمد النير يلعب في المحور وممكن يلعب ظهير أيمن وظهير يسار هذه مراكز شفناها مع محمد النير ستة لاعبين وداديين داخل منطقة الجزاء والكرة تنفذ باباتوندي في القائم الأول نعم نعرف صعوبة المباراة بستاد دونور وأمام هذا الجمهور الكبير خاصة في الأخطاء الفردية تمشي لوليد عندك المساحة يتقدم وليد بينية امشي يا باباتوندي كان في وضعية التسكين فريق الأهلي طرابلس الليبي هذه طرابلس الليبي الذي وصل متأخرا إلى الأراضي المغربية ونجح مع الأسف في إلغاء المباراة بينما انطلاقة من الجهة اليمنى فرصة هنا الإسماعيل الحداد بينما الكرة مرفوعة بيد الأهلي طرابلس هناك من تحيز للأهلي طرابلس حتى تلغى من أجل أن يتنقل الأهلي في ارتياح كبير بينما فرصة ودادية لكن المتابعة بعد ذلك أميليون يانغو هذه الإعادة مرة أخرى إسماعيل يمشي للرواق الأيمن ويجرب حده في يد الأهلي لكن في نهاية المطاف ما ديتش لم يجد حل آخر سوى الإعاقة ترجع للصعيدي الصعيدي لمن مباشرة أمامية لاعب الإيفواري مرة أخرى يتم الاسترجاع من عناصر السطوس لكن أقرب إلى ياسين الأندية المغربية الوداد غاب طويلا عن منصة التتويج بلقب الكاس بينما وضعية التسلل الغياب لمدة 17 سنة فالوداد هو الثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب أطالي وليد الكارتي وليد يمشي إسماعيل هناك من وقف بالمرصاد لكل هذه الأكيد المناوشات والمناورات التي لم تأتي وكذلك الالتحام والالتئام وراء فريق الوداد يعمل المراوغة عديري من الكرة العرضية اخرج يا ياسين اخرج الرياضي تمشي أمامية من هذه الكرة خطيرة هذه المجموعة الثالثة بينما المجموعة الأولى ونحن نتابع هذه الكرة والتسديدة في كل مكان في مدرجات الكوربانور في كل البقاع المملكة المغربية من يعشق الحمرة والبيضة يتس على إيقاعات هدف الوداد الرياضي الله يخرج المباراة عودة الصورة لأحلى لقطة منك يا ناسي الأصبحي هذه الكرة الماضية حتى وليد بوم عودة له بوم بوم ودادي بوم بوم يا أناس يا الأصبحي وصعب عليك يا دينيس يا أونيانغو هذا الوداد هذا السيد إفريقيا هذا السيد الدوري المغربي الداخل استاد دونور مفقود والخارج مولود لن يرحمك الوداد يا ساندانس هذه اللقطة التي تؤكد بأن أناس الأصبحي الصفاقة أخيرا